بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابنا الكرام، طلاب قسم إدارة المال والأعمال في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. طبعا حياكم الله جميعا طلابي، وأسأل الله أن ربنا يحفظكم وأهلكم، وأن ربنا يعني يرفع عنا هذا الوباء قريبا إن شاء الله رب العالمين. إحنا اليوم لقاءنا يتجدد معكم في مساق محاسبة واحد أو مبادئ محاسب واحد. طبعا هذا المساق موجه لطلاب القسم سواء كان تخصصهم محاسبة أو إدارة وأتمتة المكاتب أو التسويق الإلكتروني. أهلا وسهلا فيكم جميعا. طبعا إن شاء الله اليوم محاضرتنا حنستكمل فيها محاضرات الفصل الثامن، واللي إذا فاكرين بتحدث حول الأوراق التجارية. طبعا الأوراق التجارية زي ما حكينا بتتضمن ثلاث أنواع، وهي الشيكات والكمبيالات وسندات السحب. إحنا بدأنا في الشيكات، والحمد لله المحاضرة السابقة انتهينا من شرح الشيكات الصادرة وأخذنا يعني أمثلة عليها. اليوم إن شاء الله حنتطرق إلى الشيكات الواردة. تمام، يعني شيك الوارد معناه إنه شيك إلك أنت بتقبضه، مش أنت اللي بتوقعه، أنت بتستفيد، أنت المستفيد فيه. بمعنى إنه الشيك إحنا تحدثنا إنه هو عبارة عن ثلاث أطراف، بكل الأحوال المسحوب مسحوب عليه هو البنك دائما، الساحب هو من يصدر الشيك، تمام، المستفيد هو اللي بيقبض قيمة الشيك. احنا في الحالة هذه احنا بنكون المستفيد. حنتعرف ان شاء الله في هذه المحاضرة سنتحدث في هذه المحاضرة ان شاء الله عن اولا مفهوم الشيك الوارد، أوجه التصرف في الشيكات الواردة، وحالة عملية حنشوفها مع بعض، وأيضا حنتعرف على موضوع الشيكات المرفوضة، يعني في حال أنه شيك ارتفض. تمام، الشيكات ومعالجتها المحاسبية نحن بس نتذكر مع بعض إيش هو الشيك. كل أنه الشيك هو عبارة عن صك مكتوب صادر من الساحب إلى المسحوب عليه وهو البنك، أنه يدفع مبلغ معين من المال إلى المستفيد أو لحامله، وهذا كلام وضحناه في المحاضرة السابقة بدناش ننساه. شكل الشيك أيضا شفناه الدور اللي فات مع بعض، التوقيع، الأرقام، الحروف لازم يتطابقوا، الاسم المستفيد، التاريخ وما إلى ذلك. الآن في نقطة أنا حابة أوضحها هان في هذه المحاضرة، هي أشكال الشيكات الواردة أو حالات الشيكات الواردة. طبعا الشيكات اللي أمامكم شباب هذه شيكات إحنا استخدمناها مع الطلاب في مختبر محاكاة المحاسبة، يعني هذه التوقيعات وهذه الشيكات، تمام، هي شيكات لشركات افتراضية في المختبر، الطلبة تدربوا عليها. هذه الكلام المكتوب وهذه الشيكات وهذه التوقيعات هي توقيعات طلاب محاسبة، تمام، هذه توقيعات طلاب محاسبة، وهذا الشيك بيكون دفتر الشيكات مع الطالب هو اللي بيصدر. معنى بكون احنا عندنا شركة حيفا، هي شركة افتراضية داخل مختبر محاكاة المحاسبة، وشركة حيفا هي شركة صناعية صناعة مواد غذائية، وفي محاسب يعني طالب من طلابنا وكأنه يمثل هذه الشركة وهو محاسب فيها. نفس الكلام جامعة بيت المقدس، هي جامعة أيضا عامة في داخل المختبر، هناك محاسب يمثل هذه الجامعة. نيجي لشركة حيفا على سبيل المثال. الآن شركة حيفا، تمام، شارية بضاعة من شركة قلونسوة، فراحت أصدرت شيك، تمام، أصدرت شيك. الآن هذا الشيك بالنسبة لشركة قلونسوة هو شيك وارد، تمام، عشان هيك ايش مكتوب؟ هاي مكتوب ادفعوا الامر، يعني مكتوب عندي هان شركه حيفا، تمام، اسم الشركه، البنك وبنك اوف نيوكاسل وبنك الكليه على سبيل المثال، في عندي ارقام، تمام، في عندي هان ادفعوا الامر شركه قلونسوة مبلغ وقدره 400 شيكل فقط لا غير، هاي الرقم بالارقام، وعندي بكتب التاريخ والتوقيع، هاي التوقيع هان هذا توقيع احد الطلاب. ايش مكتوب فوق شباب هان بمربع احمر؟ مكتوب مستفيد اول. ايش يعني مستفيد اول؟ هذا الشيك لا يجير ولا يصرف إلا لشركة قلنسوة، تمام، لا يصرف إلا لشركة قلنسوة. طب يا أستاذ بينفع إنه نبعت حد يصرفه؟ لا. طب لو الشيك ضاع وحد لقى بيقدر يصرفه؟ لا. طب أنا بقدر أجير الشيك، يعني أكتب على ظهر الشيك وأعطيه لشخص ثاني؟ لا، هذا معناه مستفيد أول. النوع الثاني من الشيكات اللي أمامنا اللي هي بتاع شركة بيت المقدس، اللي هو مكتوب ادفعوا لأمر شركة بيسان 1200 شيكل، هذا هو مكتوب التاريخ والتوقيع، زي ما حكينا هذا شغل طلاب زيكم، طلاب محاسبة. الشيك هذا يا اخوان ايش محطوط عليه؟ محطوط عليه سطرين مسطر، تمام، مسطر،
ايش يعني مسطر؟ يعني محطوط عليه خطين. ايش يعني خطين؟ هذا الشيك يا شباب معناه انه انت لو اخذته ورحت على البنك، يعني لو شركة ميسان اخذت هذا الشيك وراحت على البنك، البنك بياخذ الشيك وما بيعطيها قيمته، وانما يودع في الحساب، يودع في حساب شركة ميسان لدى بنك، لدى البنك، لكن ما بتاخده كاش. المستفيد اول بياخده كاش، بيصرف الشيك وبروح فيه، لكن في الشيك المسطر لا يتم صرف الشيك، وانما يودع في الحساب بتاع الشركة لدى البنك، يعني يوضع في حساب المستفيد لدى البنك. تمام. الشيكات الواردة، تمام، وهي الشيكات اللي بتتسلمها الشركة مقابل تقديم رأس المال أو زيادته، مقابل إنه هي تبيع بضاعة بشيكات أو تحصل ديون بشيكات. يعني والله أنا بدي من فلان 1000 دينار، فقلت له هات لك شيك من الزبائن والعملاء، أو إنه نحصل إيرادات. والله إحنا مأجرين عقار، مأجرين مبنى، مأجرين أرض، فبنحصل قيمة الإيراد إما نقدا أو بشيك. تمام. يبقى وقدرت العادة، يعني هي حالاتنا، إنه توضع الشيكات الواردة في الصندوق، يعني مرات في ناس بيحطوها في الخزنة تحت النقود مع الأوراق النقدية، أو في حافظة، يعني في كأنه خزنة ثانية مستقلة تسمى حافظة الشيكات. يعني كأنه في عندنا حافظة اسمها حافظة. إيش أنا حافظة؟ يعني كأنها خزنة، هيك اسم الحساب للشيكات فقط، حتى عشان ما نحطش مع النقود. ولان ننتبه انه احنا بنحكي عن شركه شباب، يعني ما بحكي انه والله انا عندي شيك احطه في جيبه القميص، احطه في جيبه الجوكيت، احطه والله في الخزانه، احطه مش عارف في الهويه، طب البنطلون انغسل، طب والله الجوكيت مش عارف شو، طب والله بقول مش عارف شو، وضاع الشيك. احنا بنحكي عن شركه، وبالتالي شباب ممكن يكون انت عندك في الشركه فيها 100 شيك وارد، 200 شيك وارد، هدول بدهم اداره، بدك تدخلهم على برنامج الحاسوب اللي عندك، بدك تحفظهم في الخزنه من التلف، من الضياع، من السرقة، من كل هذه الأمور، فبنحطه في خزنة خاصة زيهم زي النقود بالضبط، لأنهم نقود. ويكون الطرف في القيد عندي زي ما حكينا، بنحط في حافظة. ممكن يكون أفضل يكون عندك خزنة أو مكان لحماية هذه الشيكات، قد تكون خزنة للشيكات لحال، ويكون الطرف المدين دائما عند استلام الشيكات هو الشيكات الواردة دائما. إن عند ما تستلم شيك بتقول شيكات وارده، هذا دائما. ليش؟ لانه اخواننا انت بهان، لو انت اخذت كاش بنقول من حساب الصندوق، الان انت ماخذ ورقه تمثل قيمه لك، تمثل اموالك، تمام، وبالتالي هذا اصل، فبكون مدين. طيب استاذ، ليش كنا نكتب سابقا حساب البنك لما ناخذ شيك؟ هذا اذا الشيك تحصل مباشره، يعني اذا الشيك انحط بحسابك مباشره بقول انا ساعتها من حساب البنك، معناه اموالي في البنك زادت. تمام. يبقى الآن قيد استلام الشيك الوارد، من حد أنت ما تسلم شيك وارد، حيقول عند القيد من حساب الشيكات الواردة إلى حساب مثلا رأس المال إذا أنا زودت رأس المال، أو إلى حساب المبيعات إذا أنا بعت بضاعة بشيك، أو إلى حساب مدينون إذا حصلت من المدينون، أو إلى حساب الإيراد، يعني من حساب شيكات واردة لإيراد عقار مثلا إذا قمت بتحصيل الإيراد بشيك. أيضا عندي أوجه التصرف في الشيك الوارد. حنشوف الآن بعض العمليات اللي من خلالها حنوضح هذا الموضوع. قال لي في 5/3 باعت الشركة بضاعة بخم 3500 دينار إلى شركة بيسان بشيك مسحوب على بنك القدس يستحق في 7/3، يستحق بعد يومين. تمام. قال قيد استلام الشيك إيش قلنا؟ من حساب الشيكات الواردة. ليش؟ لأنه هذا شيك لسه لم يتم تحصيله، وهو يمثل أصل مال إلك، إلى قيمة تفرح فيه. تمام. فهذا أصل. من حساب شيكات واردة 3500 دينار إلى حساب المبيعات 3500 دينار. يبقى من حساب شيكات واردة إلى حساب المبيعات، لأنه أنا بيع بضاعة وبالتالي تلقائي بيع البضاعة بكون مبيعات دائما. تمام. هذه هي الحالة الأولى. طبعا على طول عندي الآن في 7/3 إجا وقت الشيك، رحت أرسلت الشيك لمين؟ إلى البنك القدس لتحصيله وإيداعه في حسابي او تحصيله نقدا. عطول اذا راح الشيك الى البنك وفحص الشيك البنك وتاكد من التوقيعات وتاكد من شخص المستفيد، بتم صرف، طبعا اذا كان في رصيد طبعا، بتم صرف الشيك النا، وبالتالي اخذناه نقدا. طالما اخوانا احنا اخذناه نقدا، فعندي الصندوق زاد فهو مدين. من حساب الصندوق 3500 دينار الى حساب ايش؟ شباب هان، لكن انتبه لشغله، انتبه لشغله، هذا الحساب الشيكات الواردة مدين. إذا الشيك انصرف هذا بده ينخلص، بده يلغي، فإيش بصير؟
بده يصير دائن، انه هذا اصل، انا معي فلوس، معي ورق اصل، طب انصرف واخذ قيمته، يبقى خلص انتهى، فبصير هذا الحساب دائن. يبقى انا لما استلم شيكات ورده بتكون مدين، لما اصرفه بكون دائن، يبقى لي حساب شيكات ورده 3500 دينار، فكانه هذا مدين مع هذا دائن، روحوا مع بعض. تمام. الحالة الثانية انه انا ارسل الشيك الى بنك اخر غير المسحوب عليه، كيف يعني هذا بتصير يا شباب؟ احنا شركتنا شركة حيفا حسابنا في بنك القدس. تمام؟ الان في الحالة الأولى والله انا حسابي في بنك القدس وجاني شيك مسحوب على بنك القدس. تمام؟ بعد انا والله حسابي في بنك القدس والشيك اللي انا اخذته الوارد في بنك القدس، فاللي بيعمله البنك فقط تحويل بين حسابين، لانه كلا الحسابين حساب الساحب وحساب المستفيد في نفس البنك. لكن انت هنتخيل انه انا حسابي في بنك القدس وجاني شيك مسحوب على بنك فلسطين، انا مسحوب على بنك ثاني، قال لي في 8/3 باعت الشركه بضاعه ب 2650 دينار الى شركه النور بشيك مسحوب على بنك فلسطين. تمام؟ حساب شركه النور في بنك فلسطين، فاعطتنا هي حساب او شيك مسحوب على حسابه في بنك فلسطين، الشيك هذا بيستحق في 12/3. على طول ايش القيد اللي بتكرر دائما؟ من حساب شيكات وارده لحساب المبيعات، انا هم بعت بضاعه بشيكات، القيد بتكرر 2650 2650. على طول هم بقول بدي ارسل الان الشيك الى البنك القدس برسم التحصيل، بدي ابعث لبنكي اقول له يا بنك حصل لي هذا الشيك، انا بتعامل مع بنك فلسطين. تمام؟ وبالتالي انا ببعث لبنكي بقول له بعد اذنك يا بنك حصل لي هذا الشيك. فبصير ساعتها القيد انه بستخدم حساب وسيط جديد، انه هذا الشيك شباب طلع، انا كلمه شيكات وارده بستخدمها كحساب اصل يعبر عن الشيكات الوارده اللي مخبيه عندي في 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 الشركه في الخزنه في الحافظه. لكن اذا الشيك طلع من عنده وراح على بنك القدس عشان يتحصل لي، تمام، فلازم انا اثبت ذلك انه هذا الشيك الان موجود عند بنك القدس. ايش بيعمل عند بنك القدس؟ هو شيك برسم التحصيل. طب لمين الشيك؟ الي، يقول هذا ملكي، يعني هذا اصل، وبالتالي بكون مدين، هذا بكون مدين الحساب من حساب شيكات برسم التحصيل 2650 الى حساب ايش يا شباب؟ مين يقول؟ مين مركز؟ احنا تو شرحنا قلنا لما نستلم هذا ايش بكون مدين؟ لما هذا بكون مدين حاليا. طب لما احول الشيك لجهه ثانيه بدي اسكر هذا فبصير دائن، فبقول هنا الى حساب شيكات وارد 2650. تمام؟ الاحتمال الثالث او الحاله الثالثه انه في 12/3 تاريخ الشيك ورد إشعار من بنك القدس اللي هو بنكنا يفيد بتحصيل الشيك وإيداعه في الحساب الجاري بعد خصم عمولة التحصيل 10 دينار. طب كيف بصير هنا إنه أنا حسابي في بنك القدس والشيك على بنك فلسطين؟ هان يا شباب البنوك هذا الموضوع بياخد وقت تحصيل الشيك، لأنه هان البنوك في عندنا سلطة النقد الفلسطينية بتنظم هذا الموضوع. أنت لو دخلت بنك بتلاقي مكتوب في البنك غرفة المقاصة. إيش عن غرفة المقاصة؟ هذه الغرفة بصير فيها انه بتلتقي في سلطة النقد الفلسطينية البنوك مع بعض، بلتقي مثلا بنك القدس مع بنك فلسطين، وكل بنك ايش في شيكات متبادلة بينهم، بصير عملية المقاصة والتسوية. بمعنى انا والله بدي مثلا بنك فلسطين بقول له بنك القدس انا بدي منك 7000 دينار شيكات، بنك القدس بقول له يا سيدي انا بدي منك 10، تمام، فبقي 3. تمام؟ هاي المقاصة اللي بتتم بين الشيكات عشان يتم تسوية هذه الحسابات، وكل واحد مندوب للبنك بروح على البنك تاعه وبنفذ العمليات. ورد إشعار من بنك القدس وفي تحصيل الشيك، الآن الحمد لله تمت عملية المقاصة وجلس البنكين مع بعض طبعا وخلصنا العملية. الآن شباب الحالة هذه بنك القدس الموضوع ترتب عليه جهد انه تواصل مع بنك اخر وعمل جلسه مقاصه وحدوته. طبعا حاليا في مقاصه الكترونيه صارت بين البنوك وهذا سهل على عمليه المقاصه وسرع العمليه، لكن فيها اجراء، فالبنك بياخذ عموله اللي هو بنك القدس اجر تحصيله. بالحاله هذه الشيك قيمته 2650 حيحط لك في البنك في حسابك عنده 2640، هي وال10 وين؟ البنك اخذها عباره عن مصروف على البنك اسمها عموله التحصيل، وهي مصروف علينا، البنك هان اخذ اجاره 10 دينار. طيب البنك ليش هدول؟ هي الى حساب شيكات برسم التحصيل. الان شوف شيكات برسم التحصيل هان مدين، لما يتحصل ايش بيصير؟ بيصير دائن عشان يتسكر. يبقى عندي من مذكورين حساب
البنك 2640 البنك زاد فهو مدين، حساب عمول التحصين مصروف ب 10 دينار إلى حساب شيكات برسم التحصين 2650 دينار. الحالة الثالثة عندنا، تمام، هي تجهير الشيك أو تظهير الشيك. إيش يعني تجهير الشيك أو تظهير الشيك؟ تمام، هي نقل ملكية الشيك إلى مستفيد آخر بالتوقيع على ظهر الشيك. يعني أنا الشيك هذا إلي، مكتوب ادفعه لأمر شركتنا، شركة حيفا، لكن أنا رحت أعطيته لشخص ثاني أو لشركة ثانية. طب ليش أعطيته لشركة ثانية؟ تبرع؟ لا، أنا أعطيته، طبعا ممكن يكون تبرع يعني، مش إنه لا، لكن أنا أعطيته لشركة ثانية لأنه والله قد يكون علي ديون من عندهم، أو أنا بدي أشتري بضاعة من عندهم، يعني بمعنى إنه بدي أدفع فلوس فمعيش كاش، بعطيهم شيك. ليش أعطي شيك من دفتر شيكات وبعطيهم شيك مجير؟ تمام، يعني من طرف ثاني. فالعملية هذه إنه أنا بدل ما أكون المستفيد بنقل الشيك وبظهره إلى مستفيد آخر. كيف؟ بمسك الشيك وعلى ظهره، عشان هيك سموها تظهير، على ظهر الشيك بكتب اسم الشخص المستفيد الجديد وواقعا، تمام، بكتب اسم المستفيد الجديد على من الله حيفا. أنا بدي أعطي الشيك مثلا لشركة مثلا القدس، تمام، بكتب على القفا شركة القدس وبواقع، تمام. عندنا في 15/3 تم تحصيل إيراد عقار من السيد وائل بمبلغ 4000 دينار بشيك مسحوب على بنك القدس بيستحق ب 25/3. قيد استلام الشيك زي ما أخذنا من شيكات واردة إلى إيراد عقار 4000 4000. الآن في 18/3 اشترت الشركة بضاعة ب 5000 دينار من شركة الليد وتم تجير. الآن إحنا شارين البضاعة ب 5000 دينار، كيف ندفع حقها لشركة الليد؟ جيرنا الشيك اللي اخذناه من وائل، هذا إلنا كان، لكن انا رحت خلاص الليد بدها منا حق البضاعه. طب الشيك ب 4000، بنروح بنعطي الشيك تاع وائل، بنجيره او بنظهره الى شركه الليد وبنكمل باقي قيمه البضاعه نقدا. طب يا استاذ هو قديش قيمه البضاعه؟ 5000 يا استاذ، ما انت شايف 5000. طب الشيك تاع وائل بكام؟ اللي انا بدي اجيره ب 4000، يبقى باقي 1000. مين يكتب القيد شباب هيك بالدفتر لحاله؟ تمام، حاولوا ركز. انت الان شريت بضاعه، يبقى حساب المشتريات مدين ب 5000، لان كيف سددتها؟ دفعت 1000 نقدا، يبقى الحساب الصندوق ب 1000. طب ال 4000؟ ال 4000 انه هذا حساب هيو مدين، بدنا نسكره بنخليه دائن. فالقيد من حساب المشتريات 5000 الى مذكورين حساب شيكات وارده اللي هو تظهير الشيك تاع وائل ب 4000 وحساب الصندوق ب 1000 دينار. هيك احنا بنكون اخذنا تظهير الشيك، بمعنى نقلنا ملكيته منا احنا كشركة حيفا، نقلناه لشركة مين؟ لشركة اللد. طبعا شركة اللد لما يجي وقت الشيك بتروح بتحصله هي عادي، لكن لو رجع الشيك لا سمح الله، تمام، بصير مشكلة وحدوتة ثانية حناخدها في المحاضرة. الآن نشوف مع بعض يعني سؤال شامل، جاهز هذا السؤال إليك، بعض العمليات المالية اللي تمت لدى محلات سمير خلال شهر مارس 2020. يعني هذه مجموعة عمليات المطلوب منا إثبات القيود المحاسبية في دفاتر محلات سمير، تمام. نشوف أول عملية، قال لي في 1/3 باعت بضاعة هي محلات سمير إلى محلات الإخلاص بمبلغ 400 دينار بموجب شيك رقم كذا يستحق في 10/3. هذه عملية بيع عادية من حساب شيكات واردة زي ما أخذنا قبل قليل إلى حساب المبيعات. العملية الثانية قال لي في 3/3 باعت بضاعة اللي هي إحنا كمحلات سمير إلى الشركة الأهلية بمبلغ 750 دينار بشيك أيضا رقم شيك وارد رقم كذا يستحق في 15/3. يقول لي بنقول أيضا هان عندي من حساب شيكات واردة إلى المبيعات نفس القيد، نفس القيد، غير فقط المبلغ، تمام. إذا الشيكات الواردة هذا حساب زي حساب الصندوق لكن بنحط فيه ورق الشيكات، تمام. الصندوق مش بنحط فيه الفلوس النقود، هذا بنحط فيه الشيكات. حساب المبيعات دائما دائما لأنه بيعبر عن النقص في قيمة البضاعة، ودائما حساب المبيعات دائم. 3/5/3 استلمت المحلات شيك رقم كذا بمبلغ 500 دينار يستحق في 25/3 من محلات فوزي سدادا للمستحق عليه. يعني احنا بدنا فلوس من فوزي بمبلغ 500 دينار. فوزي ايش سوى؟ اعطانا شيك، هذا الشيك بالنسبه لنا شيك وارد،
فالقيد عندنا من حساب الشيكات الواردة ب 500 دينار إلى حساب محلات فوزي 500 دينار، يعني كان في بدنا أموال من فوزي، فهي القيد من شيكات واردة مدين إلى محلات فوزي دائم. في 7/3 أرسلت شيكات محلات الإخلاص والشركة الأهلية إلى البنك للتحصيل. الآن إحنا في عندنا من شركة الإخلاص في شيك ب 400 دينار، والشركة الأهلية في شيك ب 750 دينار، واحد بيستحق ب 10/3 والثاني ب 15/3، أرسلناهم إلى البنك ليش؟ للتحصيل. فهي القيد عندي من شيكات تحت التحصيل أو شيكات برسم التحصيل، تمام، إلى حساب شيكات واردة، تمام، إلى حساب شيكات واردة. هاي خلينا بس نعدل إحنا عشان إيش؟ متعودين على في رسم التحصيل، تمام؟ العملية اللي بعديها العملية رقم 5، تمام، يعني العملية كلها مباشرة شباب. اشترت بضاعة من محلات الوفاء بمبلغ 2500 دينار، سردت القيمة بأن جيرت شيك محلات فوزي، قديش محلات فوزي قيمة الشيك 500 دينار، بدفع البضاعة 10 لها ب 2500، وسددت الباقي بأن أصدرت محلات سمير اللي هي شركتنا إحنا شيك صادر، أصدرنا شيك هلقيت ب 1500 دينار يستحق في 20/3 والباقي نقدا. إخوانا هذه عملية كبيرة بدك تمشي أنت بالتدريج. أولا إحنا اشترينا بضاعة، يبقى المشتريات مدينة ب 2500، لأن كيف سددنا؟ واحد إحنا جيرنا الشيك تاع فوزي اللي هو الشيكات الواردة، اثنين أصدرنا شيك من عندنا شيكات صادرة، ثلاثة دفعنا نقدا. فهي القيد عندي من حساب المشتريات 2500 دينار إلى مذكورين، حساب الشيكات الواردة شيك فوزي جيرناه 1500، حساب الشيكات الصادرة من دفترنا أصدرنا شيك ب 1500 يستحق في 20/3 ودفعنا نقدا الباقي اللي هو 500 دينار. فأنا عندي المشتريات مدينة، الشيكات الواردة نقصت لأنه جيرتها، أصدرت كمان على حالي شيك في هذا الالتزام والصندوق تاعي نقص، وبالتالي هاي القيد أمام. نكمل المثال في 10/3، تمام، قال لي استلمت إشعار من البنك يفيد بتحصيل قيمة الشيك رقم كذا وأضافة القيمة للحساب الجاري للبنك وتم خصم 2 دينار عمولة. الآن الشيك أبو 400 دينار تم تحصيله، هذا أخونا المثال أخذناه قبل قليل، حقول الشيك اللي قيمته 400 دينار تم تحصيله نحط في حسابنا في البنك، بس البنك خصم عمولة 2 دينار، فبقول من حساب البنك 398 دينار، حساب عمولة تحصيل شيكات 2 دينار، إلى حساب شيكات برسم التحصيل 400 دينار. في 15/3 استلمت إشعار دائن من البنك يفيد بتحصيل قيمة الشيك وإضافته للحساب الجاري وتم خصم 2 دينار عمولة. نفس العملية، نفس العملية هي من حساب البنك 748، حساب عمولة التحصيل 2 دينار وهي مدينة لها مصروف، إلى حساب شيكات برسم التحصيل. القيود هي بتتكرر قاعدة. العملية اللي بعديها في 20/3 استلم إشعار مدين من البنك يفيد بخصم قيمة الشيك الصادر من الحساب الجاري في البنك. الآن الشيك الصادر اللي احنا أصدرناه قبل قليل تم صرفه اللي هو قلنا في 20/3، في عندي من حساب شيكات صادرة لحساب البنك، الشيكات الصادرة الحمد لله تريحت منها انصرفت، فكان التزام دائم لأن انخفض صار مدين، وأموالي في البنك إيش مالها انخفضت فصارت دائنة نقصت، تمام. الآن خلينا نشوف مع بعض بعد ما خلصنا المثال، طبعا مثال جميل ويعني مباشر وفيش فيه لف ودوران، نيجي لشيكات المرفوضة، تمام. احنا الان قلنا شباب انه موضوع الشيكات والتعامل فيها يعني موضوع حساس وله تبعات قانونيه وتبعات ماليه وتبعات تجاريه، بمعنى انه انت اصدرت شيكات للناس وشيكاتك بترجع الناس بتبطل تتعامل معك، تمام، او بتتعامل معك بالكاش فقط، وطبعا انت في الشغل التجاري موضوع الكاش صعب. ايضا لو انت تكرر رفض الشيكات عندك مرة واثنين وثلاثة بتنحط في البلاك ليست، يعني بصير تصنيفك سيء عند سلطة النقد الفلسطينية، بمعنى إذا أنت والله بتتعامل مع بنك فلسطين
مش بتظهر في القائمة السوداء عند بنك فلسطين، وإنما بتظهر في القائمة السوداء عند سلطة النقد الفلسطينية اللي هي أبو البنوك. وبالتالي أنت مش القضية إنه والله علاقتك ساءت مع بنك فلسطين كما بتروح على بنك القدس أو بنك الأردن، لا، تكون علاقتك ساءت مع كل البنوك لأنه في مركزية في موضوع البنوك. أسباب رفض الشيك زي ما حكينا، أول سبب عدم كفاية الرصيد، اثنين اختلاف التوقيع، يعني كفاية الرصيد أنا والله مصدر الشيك الشيك ب 500 دينار، لكن والله الرصيد فيش فيه 300 فبرجع، إلا إذا كان في اتفاق على السحب على المكشوف. اختلاف التوقيع، أنت من حد ما تفتح حساب في البنك بطلب منك البنك توقع 4 مرات، تمام، وبدخلهم عنده على النظام، إذا توقيعك على شيك مخالف بتم رفض الشيك. اختلاف الشيك رقما عن الكتابة، بمعنى أنت كاتب والله ادفعوا 3000 دينار، في الحروف كتبت ادفعوا 3100، تمام؟ فإذا صار هان بيتم رفض الشيك. 4 وفاة الساحب قبل صرف الشيك وإشعار البنك بذلك، الشخص اللي أصدر الشيك وسحبه من دفتره توفى، فالبنك تم إشعاره بذلك فتم إيقاف الشيك. توقيف صرف الشيك من الساحب، أنا ممكن كشخص أصدر الشيك ممكن أتواصل مع البنك وأقول له الشيك رقم كذا كذا بتاريخ كذا كذا، هذا الشيك وقفه ما تصرفه، وصرفي خلل صرفي خلاف، يعني الأمر يحتمل. 6 انقضاء الفترة القانونية لتقديم الشيك أصبح متقادم، الشيك أصبح النموذج تاعه تغير، يعني الفترة القانونية انتهت حسب القانون طبعا تاع الشركات، فبكون الشيك بلا قيمة. طبعا تلقائي شيك بدون رصيد معناها انه انت بتعرض حالك لانه تدخل في القائمة السوداء، انه يصير منعك من التعامل بالشيكات، وممكن تصل لمرحلة انه يعني تقدم هاي الشيكات المرجعة للشرطة، وبالتالي يتم اعتقالك لا سمح الله. فبكون دير بالكم يا شباب، يعني الصورة بتخوف شوية، تمام، انا تعمدت اجيبها لانه الموضوع جد خطير. تمام، رفض الشيكات الصادرة، العمليات ناخذ عمليات لعرض الشيكات الصادرة. احنا قلنا اشترط الشركة بضاعة ب 2000 دينار على حساب من شركة النور، القيد قلنا من حساب مشتريات لحساب دائنون شركة النور. الآن في 3/5 سددنا شركة النور 1000 دينار نقدا، والباقي بشيك يستحق 10/3، هنقول من حساب دائنون شركة النور 2000 دينار إلى مذكورين حساب شيكات صادرة وحساب الصندوق، تمام. هذه عمليات أخذناها قبل وقاعدة بتتكرر. الآن رفض الشيك الصادر، الآن إجا الشيك تاريخ الشيك في 10/3، الشيك في 10/3 هذا هو، راحت شركة قلنسوة، إحنا شرينا بضاعة من النور، راحت شركة النور قدمت الشيك تاعنا للبنك، الشيك رفض أو البنك رفض يصرف الشيك لأنه فيش رصيد، تمام. بالحالة هذا على طول بنلغي الشيك الصادر، هذا بنلغي بلا قيمة، هان كان التزام خلص التغى، فهان بصير من حساب شيكات صادرة، وبأرجع بأثبت شركة النور مرة ثانية، معنى بأثبت حق شركة النور بالألف دينار اللي عندي. شوف الآن هان كان شركة النور بدها مني 2000، لأن أعطيتها أنا كاش وأعطيتها شيك، فخلاص بدهاش مني حاجة. لكن إذا رجع الشيك إحنا هيك بنلغي الشيك، لغيناه لأنه هان دائن، أصبح هان في القيد مدين، وبأرجع بثبت من جديد إنه شركة النور بدها مني 1000 دينار وهذا التزام، فهي ظهر عندي هان بألف دينار، تمام. رفض الشيكات الواردة، نشوف العمليات، تمام. في ما يلي العمليات المالية اللي حدثت في شركة قلنسوة خلال شهر مايو، في 1/5 باعت الشركة تاعتنا اللي هي شركة قلنسوة بضاعة ب 10,000 دينار إلى شركة عكا، تم تحصيل المبلغ بالشيكات التالية، حصل المبلغ ب4 شيكات، كل شيك له رقم، الأول ب 3000 5/5 بيستحق، الثاني ب 2000، الثالث ب 1000، والرابع ب 4000، في عند المبلغ 10,000، تمام. القيد، أول قيد عندنا عملية البيع زي ما احنا عارفين من الشيكات الواردة إلى المبيعات، من الشيكات الواردة إلى المبيعات، تمام. الآن في 5/5 اللي هو تاريخ استحقاق الشيك الأول، ورد إشعار من البنك يفيد بصرف الشيك الأول وإيداعه في الحساب الجاري، تمام، ممتاز. يبقى حطول القيد عندي ايش بكون؟ من حساب البنك، لأنه أموالي في البنك زادت، إلى حساب شيكات وارد،
عملية البعنيها في 10/3 ورد إشعار من البنك يفيد بإرجاع الشيك رقم 00126، الشيك رقم 2 أبو الألفين دولار تم إرجاعه. في الحالة هذه إيش بقول؟ من حساب شيكات مرتجعة. أنا الشيك من مين ما أخذه؟ من شركة عكا، تمام، من شركة عكا. فإما أقول من حساب شركة عكا وخلاص، يعني أنا بدي المال منكم، مطلوب منكم الألفين دينار، أو أكتب خلاص أعطوه من حساب شيكات مرتجعة بألفين دينار أو شيكات مرجعة، لأنه لازم أحفظ هذا الشيك، تمام، إلى حساب مين؟ إنه الشيك رجع إلى حساب شيكات واردة، تمام. دائما لما تستلم الشيك، الشيك الوارد بكون مدين الشيكات واردة، إذا صرفته أو رجع بكون دائم، تمام. في 10/5 تم إرسال الشيك الثالث أبو الألف دينار إلى البنك برسم التحصيل، تمام، إلى البنك، خلينا نعدلها، إلى البنك برسم التحصيل. إذا أرسلنا أعطوا نفس ما أخذنا قبل هيك، من حساب شيكات برسم التحصيل إلى حساب شيكات واردة ألف ألف. في 12/5 تاريخ استحقاق الشيك الثالث ورد إشعار من البنك برفض الشيك، عطول بقول من حساب شيكات مرتجعة نفس الفوق أو من حساب شركة عكا لحساب شيكات برسم التحصيل، عطول هذا بلغيهم مع بعض، بلغيهم مع بعض. هذا شوفوا كيف، هذا مدين، إذا رجع بصير هل عندي دائن، بلتغيوا مع بعض، هذا مدين وهذا دائم، تمام. العملية البعدية في 13/5 تم تسجيل الشيك رقم 00128 إلى شركة السعيد اللي هو بأبو الأربعة آلاف، جيرنا. طبعا ليه جيرنا السعيد؟ السعيد بده منا مصاري، طبعا أنا معي الشيك بأربعة آلاف دولار، الناس بتطلبني بفلوس اللي هو شركة السعيد، طب معيش كاش، إيش رأيكم تاخذوا هالشيك؟ وافقوا، فتم تسجيل أو تظهير الشيك لهم. عطول بقول ساعتها من حساب دائنون شركة السعيد إلى حساب شيكات واردة. طبعا هذا القيد أخذناه شباب قبل هيك في التأجير، أنا بس قاعد بشرح الرفض، فإحنا بنعمل مراجعة. لكن في 20/5 أخذ شركة السعيد الشيك، فرحان عليه، راح فيه على البنك يصرفه، البنك رفض صرف الشيك لأسباب اللي حكيناها، تمام. هذا معناه شيك مني أنا مجيره إله، تمام. أنا من مين ما أخذه؟ أنا ما أخذه، أنا شركة قلونس وأخذت الشيك من عكا، ورحت أعطيت الشيك لمين؟ لشركة السعيد، لأن شركة السعيد لما راح يصرف الشيك لقوه ارتفض، فهو بيرجع لي أنا، تمام، عشان أنا أرجع بعدك لشركة عكا، فارتفض الشيك عطول ساعتها بقول من حساب شيكات مرتجعة، بكتب بين قوسين شركة عكا، تمام، إلى حساب دائنون شركة السعيد، دائنون شركة السعيد، بمعنى الدين اللي احنا فرحنا فيه وخلصنا وتريحنا منه بيرجع مرة ثانية، تمام، وبثبت انه في عندي لسه باقي الدين، انه الشيك ما انصرفش، بثبت الالتزام تاع شركة السعيد ب 4000 من حساب شيكات مرتجعة، تمام، الى حساب دائنون شركة السعيد. طبعا بكل الاحوال شباب، في حال وجود رفض للشيكات، اما في حالة رفض الشيك الوارد، انا شيك حق مال لك، انك تروح لصاحب الشيك وتقول له يا عم هات لي فلوس كاش، هاي شيكك خذه بدي اياه، هات لي فلوس كاش، او انك تتفق معه على شيك جديد، وهذا طبعا بيخضع على التفاوض والاتفاق، او انك تتوجه للمحكمه، يعني معك انت شيك مرجع، وبالتالي بتروح لمين؟ للمحكمه او للشرطه تقدم هذا الشيك. في هذه الحاله انت بيتحمل الساحب اللي هو شركه عكا، مش احنا، شركه عكا اللي هو صاحب الشيك، رسوم المحاكم اللي هي بسموها احنا مصاريف البروتستو، تمام، لانه انا بدي محكمه وبدي نيابه وبدي قصه وبدي حبس، بدخل في قصه طويله عريضه. في الحاله هذه اذا انا دفعت مصاريف المحاكم اللي هي مصاريف البروتستو، بقول من حساب مصروف البروتستو، وهو مدين زي اخونا زي الهاتف زي الرواتب، لكن هو مصروف البروتستو بنسميه 50 دينار، دفعته نقلا الى حساب الصندوق. طب هذا المصروف مين بيتحمله؟ انا؟ لا، اللي بده يتحمله الافندي، اللي بده يتحمله الافندي اللي هي شركه عكا اللي كانت سببا في ارجاع الشيك تاعها. فعلى طول بجي بقول بتم تحميل المصروف على الساحب اللي هو شركه عكا، مطلوب مني كشركه عكا، يعني انا بدي المال من شركه عكا، يعني الي عند شركه عكا 50 دينار، فهذا مدين من حساب شركه عكا
إلى حساب مصروف بروتستو 50 دينار، كأننا بلغي حساب البروتستو من دفاتر هيهان، بلغيهم مع بعض، بصير أنا المطلوب المبلغ إلي، لأن دفعته كاش مطلوب إلي من شركة عكا، التي هي كانت سببا في إرجاع هذا الشيك. بهيك إحنا بنكون خلصنا موضوع الشيكات الصادرة، الشيكات الواردة، حالات رفض الشيكات. أخذنا كمان مثال بسيط وحلو هيك على هذا الموضوع. بتمنى تكون موضوع الشيكات موضوع يعني جميل وحلو، وصراحة مهم وحيوي، لأنه مستخدم بكثرة في حياتنا العملية، في حياتنا المالية، حتى في أمورنا الشخصية ممكن أنت تستخدمه أو تصدر شيكات وتمارس عملك التجاري من خلال هذه الشيكات. بتمنى تكون المحاضرة سهلة وبسيطة. بشكركم على استماعكم، وبتمنى تكونوا لخصتوا المحاضرة وتحاولوا المثال اللي حلناه مع بعض تحلوه لحالكم. أي استفسار أي سؤال يعني يا ريت تحطوه في التعليقات في الكلاس روم حتى إن شاء الله نجاوب عليه. شكرا لكم مرة ثانية، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نلتقي معكم في محاضرة قادمة حول موضوع الكمبيالات وسندات السحب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.